تزاحم ملايين البشر لتلقي لقاحات فيروس كورونا خلال السنوات الماضية. اليوم المعادلة تنقلب في جزء منها، فالعشرات يتسابقون إلى المحاكم لرفع قضايا ضد لقاحات كورونا عقب حادثة أثارت قلقاً وأيقظت ذاكرة الكثيرين متسائلين: ماذا عن اللقاح الذي تلقيناه؟ هل كان فايزر، أسترازينيكا أم موديرنا؟ جيم سكوت كان يتمتع بصحة جيدة سابقاً قبل أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا عام 2021. أصيب بعدها بجلطة بالدماغ، حينها توقع الأطباء أنه سيموت لا محالة، لكن الرجل الذي دخل لأسابيع في غيبوبة أبى الاستسلام ونجا بحياته مع ضعف بالبصر وأوضاع صحية صعبة. خسر وظيفته ولم يعد قادراً على القيام بأبسط الأشياء. لم أكن أقوى على الكلام، ولم أعرف حتى أين أنا، ولم أستطع التعرف على أحد. جيمي رفع قضية ضد شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية الشهيرة لتقر الشركة لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة، وكان أول من يحرك المياه الراكدة في كواليس قضية أسترازينيكا الذي في حال فوزه قد يمهد الطريق لمئات طلبات التعويض بملايين الدولارات. إذ تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA أن ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في المملكة المتحدة يشتبه في أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي مع لقاح أسترازينيكا.